وعودة سريعا مشاهدين مرة أخرى إلى الشأن المحلي، وهذا الخبر العاجل. الأعلى للإعلام يحذر القنوات من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامية. وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التلفزيونية التي تمتلك وحدات CNG أو وحدات بث أو إعادة بث، يطالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامية وأن يقتصر عملها في الاستوديوهات داخل المدينة. وقال مصدر مسؤول في المجلس أن هذه الخطابات تأتي في إطار ضبط المشهد الإعلامي ووفقا لما خوله القانون من صلاحيات للمجلس في هذا الشأن، فضلا عن ما لاحظه المجلس من قيام شركات تعمل على البث من خارج المدينة بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018، والذي ينص في المادة رقم 59 على أنه لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو للشركة استوديو تباشر منه عملها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامية، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس. وأشار المصدر إلى أن المجلس كان قد أعطى للقنوات مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعها، منوها إلى أن التصاريح التي حصلت عليها تلك القنوات ستنتهي خلال أيام وهي المهلة الأخيرة، ولن يتم تجديد هذه التصاريح مرة أخرى دون توفيق أوضاع تلك القنوات.